يفتح فتح شوف ف ف ف look how you say it. You have to, you start with a closed ف and you have to open. Now look at the words with M in it. مسكة, right? مسجة, مرجة, مسجة, مرجة. You know, you have to close. And then you have fem, fa, fem, fem. Yeah, and open, close. I had a friend once. Yeah. He is from America. He couldn't speak Arabic. He was there to learn Arabic. كان يذهب يعني يتعلم العربي. أنا ظننته يعني يشاهد. فكلمته هو ليس معنا. وكان يريد أن يتعلم العربية وبعدين لا يجدها بعد. فقال لي اقرأ علي من القرآن. فكنا نتمشى يعني نمر بمكان في الزمالك, تعرف الزمالك القاهرة, وأتينا عند سورة سبأ إلى الجزء الذي يخبر الله فيه عن إهلك, عن حينما أهلك قوم سبأ. نعم نعم. فأنا تلوتها عليه وقلت له أنت ستخبرني دون أن يعني أن تفقه اللغة نفسها أي جزء يعني أهلكوا فيه وأي جزء كانوا فيه في أمان يعني. فقال تفضل. فأتيت إلى قول الله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. He said stop there. I said what? He said they died there. هناك يعني ماتوا أهلكوا. قلت كيف؟ قال لي الزق زق زق زق. ما يفهم اللغة العربية. نعم وعرف. لا عرف. شوف مزقة مزقة. يعني سبحان الله تمزيق. نعم. قال لي وآمنين. Is a strong ليالي وأياما آمنين. نعم. He said I feel peace. آمنين. هناك الأمان. جميل. ادخلوها بسلام سلام. حرب. يعني قوي حرب قوي هنا قوي. في نفس السورة قوي نفسها. خفيف جميل هنا مثل قبيح آخر. شوف الفرق جميل قبيح حسن سيء بعدين شوف الحروف العلة حسن شوف حروف كلها سليمة سيء بعدين شيطان سيتن يعني فوسوسة هذه يا مرحبا يوسوسو الرحمن الرحيم ضالي في انبساط نعم بس العربية فيها هذه ولا كل اللغات تجد فيها بعدين صراط المستقيم يعني شاق صعب نعم قاف كله قاف ايه صراط المستقيم يعني بعدين شوف صراط المستقيم يعني في مشي الحمد لله نتشرف بوجود دكتور سيد حسين نصر وهذا الرجل ما شاء الله أنا تأثرت من فكره ومن كتبه من زمان وهو لا أبالغ إذ قلت أن هو من أكثر المفكرين في الغرب تأثيرا على الفكر الفلسفي والديني في الجامعات يعني وهذا يعني من العجائب أن هذا ليس فقط كمسلم يعني الغربيون الذين يعتنون بفكره يعتنون بفكره لفكره وليس لانتمائه إلى الفكر الإسلامي رغم أنه لا يكتب إلا من هذا الانتماء كمفكر إسلامي وفلسوف فأنا أعتقد ما شاء الله أن التأثير الفكري وهذه المشاركة الحضارية التي كانت ما شاء الله من امتيازات العالم الإسلامي قديما نعم. الآن للأسف الشديد نحن نجد أن المسلمين القليل منهم جدا يشاركوا في قافلة الحضارة وأنت ما شاء الله من المشاركين وقد اعترف المجتمع الغربي بهذه المشاركة لعدة
جوائز وما شاء الله منح وهذه الأشياء. كيف ترى مثلا دكتور أنت الآن أستاذ في جامعة جورج واشنطن وعندك ما شاء الله دراسة قوية في العلوم, أنت تخرج من MIT وهذا من أرقى جامعات في العلوم وكذلك من هارفارد, فأنت أخذ وهذا بغض النظر عن الدراسات في العالم الإسلامي في الفلسفة الإسلامية وفي الشريعة وهذه الأشياء, فأنت يعني كيف ترى هذا عدم وجود المشاركة الحضارية في العالم الإسلامي الآن بالنسبة إلى ما كانت سابقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أجمعين. أنا ما أشوف أيضا لقائكم أولا وبعث في هذا الموضوع طويل. أنا شخصيا بدأت دراساتي في جامعة في العلوم في فيزيكا ورياضيات, أما ما وجدت معنى بمعنى الديني وروحاني في العلوم الجديدة, وبدأت مرة أخرى في موضوع الفلسفة, أما كان فقط في وجهة النظر الإسلامية بالتوحيد أن وجدت الوحدة بين العلوم والدين والفلسفة. أما في العالم الإسلامي الآن أكثر أفراد وحتى المفكرين مشغول بموضوعات المحلية, ولازم لنا الآن في هذه اللحظة في حياتنا وفي تاريخنا تربية مفكرين الذين مفكرين من مطلقة. نعم, وهذا إمام الغزالي رضي الله عنه في وقته هذا هو الذي فعله وأثر على العالم الإسلامي, لأنه أخذ هذه الأفكار التي كانت تشوش على المسلمين, الأفكار الأفلاطونية والأرسطوطيلية واليونانية, وهو شربها شربة وأكلها أكلة حتى فهم تماما, وبعد ذلك رد على ما كانت منها من الشبهات واستبقى الخير, فكأنه عمل عمل منخل يعني سيف. نعم نعم, كل حضارة حية نعم له هذا الامتياز, يعني قبول بهذه الأفكار وحذم هذه الأفكار ورد الأفكار الذين ضد الأساس لهذه الحضارة. نعم, معليش سؤال يا شيخ, ذكرت أن المفكرين والعلماء في العالم الإسلامي مركزين على مشاكل العالم الإسلامي ولا المحلية. ينظروا إلى الأمر بشكل عام globally, يعني إيش دور الشباب في إذا هذه إذا مفكري العالم الإسلامي كذا, كيف ممكن الشباب يغير هذا التيار أو يصلح من الأمر؟ يعني وظيفة أصلية للعلماء, وإذا لا يوجد الهداية هذا مشكل الشباب, والشباب لا مسؤولون لهذا الأمر. يعني العلم موضوع يخصنا جميعا, وهؤلاء مثلا في الغرب الآن يناقشون أشياء كثيرة كان ينبغي لنا أن نكون نشارك في الحوار. نعم, لأن ما شاء الله الحلول الكثيرة عندنا طبعا. يعني مثلا أنت ما شاء الله كتبت في البيئة في الستينات. نعم, لما البيئة ما كانت يعني جدا موضوع في أمريكا وفي الغرب. نعم, الآن جديد, هذا بحث جديد. نعم, وكذلك أنت بدأت يعني في أصل المشكلة روحية, مشكلة تتعلق ليس فقط مادية أبدا. يعني فهذا هذه المشاركة الناس الآن يعترفون بهذا من الناس اللي علماء البيئة والناس بعد 40 سنوات بعد 40 سنة اعترف بأن الدكتور رأى أشياء تعاني منها المجتمعات البشرية ونظر أصل المشكلة pinpointed يعني فالآن هم يقولون عجيب كيف رأى ذلك, لأنه ينظروا من زاوية تختلف عن الزوايا التي هم ينظرون منها, ويجمع بين الروح والجسد يعني. نعم, معه الوحي ومعه النظر في الكون. في عندنا مشكلة بنشوفها برضو في العالم العربي, حكاية الغزو الفكري, يعني عندنا حاجة دائما اللي هو أي شيء جاي من الغرب هذا غزو فكري, فكيف التعامل معها؟ يعني ايش الشيء اللي ممكن اخذه اتقبل انه عشان اقدر ارد عليهم فيه, او ايش اللي اعتبره غزو فكري؟ يعني هل الغي كل شيء جايين من الغرب او اللي يجي اتفكر فيه؟ كيف التعامل مع هذا الموضوع؟ لازم ان نفتح الابواب لفكرنا, لا يمكن
أبواب مغلقة وثقافة حية. الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية حية ما تاريخيا فقط حية الآن، ولازم لنا أن نفتح أبوابنا أبواب فكري، ولازم تهيئ برنامج في المدارس المتوسطة وكليات وجامعات لدراسات الأفكار الغربية، أما لا من وجهة النظر الغربية، من وجهة النظر الفكر الإسلامي. الكثير من المسلمين يرون أن الحلول في العنف وفي هذا الصدام عن الغربيين، وأنه يجب علينا أن نعيد القوة العسكرية، وهم لا يفهمون أن في الحقيقة قوة الإسلام كما بينها كثير من علمائنا، قوة الإسلام أبدا كانت قوة روحية، هذا أساس القوة وليست قوة مادية مطلقة. فالقوة المادية كما حتى ابن تيمية ذكر شيء عجيب جدا، هو قال أن القوة الفكرية تابعة للقوة المادية حتى عند النصارى، يعني عندهم أساس لقوتهم. فهمت هذا الموضوع؟ نعم نفهم الآن، لا نفهم هذا الموضوع ابن تيمية، حتى ابن تيمية نعم فهم هذا الموضوع به حتى نعم. هو يعني لا، هو قال قوة النصارى تابعة لقوتهم الفكرية. نعم، لأنهم هنا المادي دائما تابع لقوة فكرية، وخصوصا تحديد الأصلي من جانب القارة الآن للمسلمين، لا كحملة المغول والأتراك. نعم. في القرون الوسطى. نعم. تحديد الأصلي تحديد الفكري. نعم. وكيف يعني هذا على سبيل المثال المغول هم غربوا في 1258، هم استولوا على بغداد على سبيل المثال، وفي سنتين أخوه لاقو أسلم اعتنق الإسلام، وفي 50 سنة الإلخان أصبحوا من المسلمين ومن حملة الإسلام ومن من من الناس الذين دافعوا عن الإسلام وقدموا الحضارة الإسلامية. كيف المسلمون أقنعوهم بعدما كانوا مغلوبين؟ كيف أقنعوهم ب لأن ما كانوا مسلمين مغلوبين من وجهة النظر الروحية. الله أكبر. نعم، قوة المسلمين في كل أقطار تاريخهم كان لا مادية. نعم. لا تكنولوجية. نعم. لا فلكية ورياضية، كان أساسا روحية. نعم. وعقلية بمعنى القرآن للعقل، لا بمعنى الجديد أول ما خلق لا العقل كما قال الحديث، يعني عقل. نعم. بمعنى هذا هدية نورانية. نعم. الذي يوجد في فترتنا. نعم. مع خلقنا. وحتى الآن ما مات هذا جنب من الإسلام، أما هذا الجنب يعني العقلاني والروحاني في حالة الخسوف وكسوف. نعم. كانوا انكسار. انكسار. نعم. ولازم أن نجد مرة أخرى أهمية هذا الجنب من ديننا الشريف. نعم. وأهميتها في حياتنا الآن، حياتنا الفكري والروحي وأخلاقي والثقافي والفني وفي كل أمور. نعم، هذا هو. الحمد لله، ما شاء الله. والله جزاكم الله خيرا، استفدنا كثيرا، وأنت ما شاء الله مشاركتكم في 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 الحضارة الإنسانية التي تخص المسلمين مشاركة عظيمة جدا. أنا الحمد لله بغيت هدية هذا كتاب. شكرا. مطرة القلوب، هذا أصل الموضوع. نعم. تطهير القلوب. نعم، تطهير القلوب. وهذا كذلك ترجمة جديدة لتوماس كليري. الحمد لله. ومترجم كويس جدا. نعم، والله جزاكم الله خيرا. شكرا كثير. إن شاء الله أكرمكم الله سيدي. نرجو من الله أن يوفقكم لكل أعمالكم وكل ما تقوموا بها من الأعمال الجبارة، وربنا إن شاء الله يديم النعمة عليكم إن شاء الله. ويرجو الله أن يوفق كل المسلمين. آمين. آمين. إن شاء الله. بارك الله. This is Muhammad Zakir. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتشرف بوجود الأستاذ
هذا أنا أستحي أن أقول أستاذي لكن أخذت منه دروسا في الخط وهذا سيدي محمد زكريا وهو من نفس الولاية التي أنا تربيت فيها كاليفورنيا واعتنق الإسلام بعد من 40 سنة 40 وأكثر ما شاء الله تبارك فبعد ذلك ما شاء الله ذهب هو علم نفسه الخط العربي وهو الآن ما شاء الله هو أشهر خطاط في الغرب يعني بالفن العربي وهو كذلك الذي خط الطابع الأمريكي الذي مكتوب فيه عيد مبارك وهو مكتوب يعني EID وفي بعض المجانين النصارى قالوا هذا رسالة من المسلمين die backward يعني عيد مكتوب معكوس يعني موت فهذا كالمسلمين الذين يرون عشاء في كوكا كولا وحاجات يعني سبحان الله كنا في المسجد البارحة أو لا يوم الجمعة وهم حطوا شيء جميل جدا ليكون خلف الإمام واحد من المسلمين قال لماذا جعلت صليبا هناك ما رأينا صليب لكن واحد رأى الصليب فهم رأوا هذا الشيء عيد مبارك die backwards يعني blessed death فما شاء الله هذا الأستاذ هو الذي خط هذا الشيء وبعد ذلك شاركنا